هاليلويا هاليلويا. خلينا نفتح كتبنا المقدسة على رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 13. أقرأ من العدد الأول: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. مبارك اسم الرب، مبارك كلمته لنا في هذا المساء. في إنجيل لوقا الإصحاح 10 عدد 27، الرب يسوع لخص كل ناموس بجملة: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. اليوم طبعا راح أتكلم عن المحبة. تعرفون إذا نريد اليوم نكون مؤثرين بالعالم حوالينا، لازم يكون عندنا هذا النوع من المحبة، أنك تحب الرب من كل القلب، بمعنى أنه ما تعيش لنفسك لكن تعيش للرب، وتحب الناس كنفسك، بمعنى تتمنى للآخرين ما تتمنى لنفسك، بمعنى تحب الحب اللي يخليك تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. تحب الحب اللي يخليك تتأنى وترفق، تحب الحب اللي يخليك ما تفشل أبدا. أمين. كان أكو شخص اسمه ليروي بيج، وهذا الشخص كان أول أمريكي أسود البشرة سمح له بلعب في دوري البيسبول الأمريكي في سنة 1948، لأن ذاك الوقت البيض ما كانوا يسمحون للسود أن يشتركون بالألعاب. سنة 1948 هذا الشخص ليروي بيج قال هذه الكلمات، قال: حب كما لو أنك لم تجرح من قبل، حب كما لو أنت لم تنجرح من قبل، حب حتى لو انجرحت. كلمات عميقة جدا، لأنه ماكو واحد بينا ما مجروح. حب حتى لو انجرحت، كلمات من ذهب، ونريد نقف عندها الليلة. صلاتي أنه هذه الكلمات تلمس قلب كل شخص موجود في هذا المكان، ومو بس تلمسه لكن تغيره. من يقول أمين؟ حبائي، لازم نتعلم نحب كما لو لم نجرح من قبل، لأنه أكيد شخص ما في حياتك رح يجرحك، أكيد شخص ما رح يفشلك بعمق، أكيد شخص ما راح يخذلك، شخص ما راح يخونك، شخص ما، وأنا دا أتكلم هذه الكلمات دا أشوف الناس دا تحرك رأسها، شخص ما راح يطعنك في ظهرك، شخص ما راح يرفضك، صح ولا لا؟ يمكن وأنا دا أحكي هذا الكلام أنت دا تشوف صورة هذا الشخص قدامك، أنت دا تشوف صورة الشخص اللي جرحك، اللي أهانك، اللي رفضك، اللي خانك. أحد الأشخاص المجروحين قال هذه الكلمات الصعبة
هذا الشخص قال إذا وجدت كلب متألم، جوعان، مطروح على قارعة الطريق ومتألم وبردان بمطر، أخذت هذا الكلب إلى بيتك وأطعمته واعتنيت بهذا الكلب، هذا الكلب غالبا راح يظل أمين لك لغاية ما راح تموت. وهذا الشخص المجروح ده يحكي هاي القصة، كلماته صعبة جدا، قال هذا هو الفرق الرئيسي ما بين الكلب والإنسان. لأنه مرات كثيرة الناس اللي حبيتهم الأكثر يكونون هم الأشخاص اللي يجرحوك ويألموك أكثر ما يمكن. ما أعرف إذا أنت متفق وياي، بس غالبا إذا مجروح من شخص حتفكر بهذه الكلمات القاسية جدا جدا. في متى 17 رب يسوع قال ويل لمن تأتي به العثرات. فإذا أنت عايش على هذا الكوكب، يسوع قال أنا أحذرك أنه العثرات راح تجي، فالناس راح تأذيك، إذا مو اليوم غدا، الناس راح تخونك، الناس راح تجرحك. تعرفون بعض الناس هم دا يفرشون أسنانهم، كانوا دا يحدون لسانهم حتى يتكلمون عليك نفس اليوم. بس النقطة المهمة أنه أنت لما راح تنجرح أنت تأخذ القرار أنك تحب كما لو لم تجرح من قبل. أمين. سفر التكوين صح 41، يوسف كان الرجل الثاني في مصر بعد فرعون. يوسف كان شخص عنده سلطان وعنده قوة في مصر تلك الأيام، وأخوته اللي ظلموه كانوا واقفين قدامه، أخوته اللي رموه في البئر، أخوته اللي باعوه عبد للإسماعيليين، ما كانوا أصدقائه اللي عملوا هذا بينه، لكن كانوا أخوته من لحمه ومن دمه. ويوسف كان عنده هذا الاختيار أنه يعاملهم بالمثل أو يعاملهم الناس اللي باعونه، أخوته اللي باعونه كان ممكن خليهم عبيد عنده طول حياتهم، لكن كان عنده خيار أنه يقابلهم بالمحبة كما لو أنه لم يجرح أبدا أبدا. ويوسف قال أنا رح أختار أن أحب أخوتي كما لو أني لم أجرح. ويوسف قال لأخوته هذه الكلمات المشهورة اللي نستخدمها دائما، أنتم قصدتم بي شرا، أما الله فقصد به خيرا. أحبائي لازم نحب كما لو لم نجرح من قبل. أنا أعرف هذا الشيء صعب نفعله، بس هذا هو المفروض أنه نعيشه ونطبقه في حياتنا. في سفر الخروج الصحاح الثاني، موسى قصة أخرى، قصة موسى. موسى كان مرفوض من شعبه. موسى في يوم من الأيام شاف أنه الشعب عايش في عبودية، الشعب كان عايش في ذل. في يوم من الأيام مصري دا يظلم واحد عبراني، فقام موسى وقتل المصري حتى يدافع، حتى يخلص شعبه من الظلم. لكن الشعب استهزأوا بموسى ولم يتبعوا موسى، وفرعون سمع بالقصة فهرب موسى إلى البرية وعاش 40 سنة في البرية. عاش 40 سنة يتذكر ما عملوه بحقه، يتذكر أنه هو حاول أن يخلص شعبه لكنهم رفضوا. في يوم من الأيام موسى يتقابل مع الله من خلال عليقة مشتعلة، والله قال لموسى أرجع إلى مصر، أرجع إلى شعبك وخلصهم. وكان على موسى أن يقرر هل رح ينسى، هل رح يسامح، هل رح يطيع الله، أو رح يعيش بمرارة
ويبكي على حاله التعبان. كان ممكن موسى يقول أنا حاولت أساعدهم لكن هم رفضوني، لكن موسى رفض أن يكون شخص مليان مرارة. موسى رفض أن يعيش في استياء، وقال أنا راح أحب كما لو أني لم أجرح من قبل. وموسى رجع إلى مصر، والرب استخدم موسى أن يحرر شعبه من العبودية، وكان هو اللي كتب أسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس. قصة أخرى تكلم عن الغفران في صموئيل أول 16. داود كان عنده أب اللي ما عبره كثير لما كان صغير. صموئيل النبي في يوم من الأيام جاء إلى يسى أبو داود وقال له جيب كل أولادك قدامي لأنه رح أمسح واحد من عندهم ملك على إسرائيل. ويسى دعا كل أولاد داود السبعة ما عدا داود، لم يدعو داود لأنه داود كان غلام صغير، كان راعي غنم، فما اختاروا. أبونه أصلا ما جابوا إلى صموئيل النبي، وداود كان عنده الخيار أن يكون عنده مرارة تجاه أبوه لكنه قرر أن يغفر له. لاحظ غالبا ما يكون الأشخاص اللي تحب كثير هم الأشخاص اللي يجرحوك كثير. أمين. خلينا نشوف داود كان عنده مشكلة أولا مع منه، مع أبونه اللي ما عبره. داود بعدين كان عنده مشكلة مع أخوته، ففي يوم من الأيام أخوته استهزأوا بينه لما كان دريد يحارب جوليات، ضحكوا علينه، أنت اهتم بالغنيمات القليلة اللي عندك. أبونه أخوته. بعدين داود كان عنده مشكلة مع زوجته ميكال، ففي يوم من الأيام كان دا يرقص دا يسبح قدام تابوت العهد. يقول الكتاب بالضبط الكلمة احتقرته زوجة داود الملك، احتقرت داود. داود كان عنده مشكلة مع أبشالوم ابنه. أكيد شيء مؤلم جدا أنه لما ابنك يسوي انقلاب عليك، لما ابنك اللي من صلبك يريد يقتلك. داود كان عنده مشكلة مع شاول الملك اللي راد يقتل داود. يعني مو واحد، مو اثنين، مو ثلاثة، مو أربعة. داود إيش راح تعمل؟ هل راح تستاء؟ هل راح تمتعض؟ أو راح تسامح وراح يكون عندك قلب كبير؟ هل راح تقدر تحب كما لو لم تجرح من قبل؟ داود قال إيه راح أقدر. داود قال أنا راح أسامح، وأنا راح أرفض أن أكون شخص مليان مرارة وكراهية وعدم غفران. داود غفر وسامح، وبسبب هذا طلع كم هائل من المزامير الصلوات اللي كتبها داود بسبب قلبه المليان غفران المليان مسامحة. في يوم من الأيام في أيوب الإصحاح الأول، شخص آخر، أيوب في يوم من الأيام خسر كل شيء. أيوب في يوم واحد خسر بيته، خسر غنمه، بقره، وجماله، خسر أولاده العشرة كلها في يوم واحد. بعدين خسر صحته، وزوجته قالت له إلعن الله وموت، لكن أيوب قال أنا ما راح ألعن الله لكن أنا راح أحب الله كما لو أني لم أجرح من قبل. أيوب كان متألم؟ أسألكم، كان متألم؟ أكيد. تخيل أيوب من ضمن المزامير كان دي يحكي، كانوا إذا أطلع صلوات كانوا دي يقول له يا رب أنت جرحتني، أنت جرحتني لما أخذت أولادي العشرة كلهم في يوم واحد، أنت جرحتني كثير لما أخذت كل شيء من عندي، حتى صحتي أخذتها. أنا ما أفهم ليش كل هذا صار وياي. أنت كان ممكن تحرك إصبعك. أيوب يقول الله أنت كان ممكن تحرك إصبعك وتغير كل شيء،
انت كان ممكن تمنع كل الشر لكنك ما تحركت، ما عمل شيء. بس انا مع هذا، انا راح احبك كما لو اني لم اجرح من قبل، وانا راح اقول الرب اعطى الرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا. كتاب يقول انه كان لأيوب ثلاث اصدقاء جلسوا حوالين ايوب مثل دائرة، خلونه بالوسط، وثلاثة جالسين اصدقائه جلسوا حوله، ثلاث أشخاص لمدة 3 أيام. قالوا له السبب أنه أمورك تعبانة، رقم واحد كان لازم تعمل كذا، بعدين ثاني واحد يقول له كان لازم تعمل كذا، رقم ثلاثة قال له وبعد أزيدك علم كان لازم تعمل كذا. تخيلوا شقد، تخيل أنت شقد تحب الناس لما تجي لك وانت متورط في مشكلة وتبدي تلومك، صوتك انت صوتك. ايوب كان ممكن يستأمن اخوته، صح ولا لا؟ 100%. لكن الكتاب يقول في اصحاح 42 عدد 10، لما صلى ايوب من اجل اصدقائه، رب رد سبي ايوب وزاد على كل ما كان لايوب ضعفا. امين. واليوم أنا جاي أقول لشخص موجود في هذا المكان، إذا أنت سمحت لله أن يشفيك، إذا أنت سمحت لله أن يطلقك من هذا الجرح، هو راح يعطيك ضعفين من البركة، هو راح يعطيك ضعفين من الفرح، هو راح يعطيك ضعفين من السلام. من يقول آمين؟ حبايا، الرب يسوع ضربوه، بصقوه في وجهه، خلوا اكليل الشوك في راسه، جلدوا 40 جلدة الا واحدة، وبعدين خلوا مسامير في ايديه ورجليه، صلبوه، وبعدين حتى يتأكدون انه مات طعنوا في حربة في جنبه. ويسوع قال انا راح احبهم كما لو اني لم اجرح ابدا. يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. حبائي، كلمة اليوم صعبة لك كثير من عندنا، وخصوصا للناس اللي مجروحين وبعدم ما شفيه. لازم نحب كما لو لم نجرح أبدا. إذا تريد ترضي الله، ثاني إذا تريد تروح للسماء لازم تغفر. في متى 12 عدد 31 يذكر أنه الكتاب المقدس أنه هناك خطية واحدة اللي لا تغتفر، اللي هي شنو هي؟ كنا حافظينها، هي التجديف على الروح القدس. لكن الحقيقة أكو خطية أخرى لا تغتفر، موجودة في متى 6 عدد 14-15. كتاب يقول الرب يسوع قال إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلاتكم، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. هذه الأعداد واضحة جدا، صح؟ هذه الأعداد شوفنا أنه الله ما راح يغفر لنا إذا نحن ما راح نغفر للناس المسيئين إلينا. بكلمات أخرى، موضوع استلامك مراحم الله العظيمة هي مو في إيد الله فقط، بعد شنو؟ لكن أيضا في إيدك أنت، لأنه هو قال إذا ما راح تغفر ما راح أغفر لك. الله يقول بنفس الطريقة اللي أنت راح تغفر للناس أنا راح أغفر لك. إذا أنت غفرت كل شيء قل أنا راح أغفر كل شيء، قل راح أغفر كل شيء. إذا أنت غفرت كل شيء الله راح يغفر لك كل شيء. أمين؟ راح تغفر كل شيء. سي اس لويس قال الغفران كلمة رائعة جدا، لغاية ما يكون عندك شخص لازم تغفر له، تصير صعبة جدا.
هي كلمة رائعة جدا، حلو تحكي عن الغفران، لكن لما يكون عندك شخص لازم تغفر له، كلمة صعبة. الغفران أيضا قال أنه مثل الفلوس، أنا نحب نمتلكها بس ما نحب نعطيها. حد نحتفظ بالفلوس، صح لو لا؟ تعرفون الحياة، الحياة تشبه لعبة سيسو. من يعرف السيسو؟ كن لعبة سيسو، تلزم بعدين تصعد بعدين ينزل، انت تصعد تنزل. ودائما بالسيسو نعرف، كلنا نعرف شنو السيسو، هاي اللعبة مع الأطفال. دائما يكون اكو اثنين يلعبون اللعبة، ولازم يكون واحد سمين وواحد ضعيف، هيك حتى اسوي القصة حلوة. واحد سمين، السمين هو الشخص اللي يجرح، الضعيف هو الشخص اللي ينجرح. واحد سمين لازم السيسو، بعدين شو يسوي؟ فش يصير ضعيف؟ طم، قل له خليك فوق، بعدين يسوي كيف، هو مسيطر، ينزل بعدين يسوي طم طه. وبعدين غالبا السمين يكون عنده شوية خباتة، يطلع من السيسو على غفلة وذاك طرا وعظامه تتكسر. وأحبائي، جسد المسيح مريض، كثير من أضلاعه مكسورة، لأنه كثير مؤمنين أكو مجروحين وبحاجة إلى شفاء. تفهمون نحن المؤمنين أكثر ناس نحتاج أن نتعلم نغفر ونسامح، نحتاج نتعلم نغفر ونسامح كما لو لم نجرح من قبل. ده نكد بس بعد شوية نبكي. جيمس غارفيلد هو رئيس رقم 20 للولايات المتحدة الأمريكية، سنة 1881 تعرض إلى إطلاق نار، وفي ذلك الوقت ما كان أكو أجهزة أشعة، فكان على الأطباء أنه يسووا له عملية، والجراح كان لازم يدخل إيده بالجرح لأنه ما كان أكو أجهزة أشعة. فذاك الوقت الطبيب لازم يدخل إيده بالجرح ويدور، يدور على الرصاصة. والقصة تقول أنه خلال 3 أشهر اللي هذا الرئيس الأمريكي عاش بعد حادثة إطلاق النار، 3 أشهر عملوا له عمليات متتالية واحدة وراء الأخرى حتى يطلعون يكتشفون الرصاصة، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل. بالنهاية الجرح التهب، كان سبب وفاته. طب الحديث طبعا يقول لو تركوا الرصاصة في مكانها كان هي تسوي تتليف، كان ممكن جدا الرئيس يعيش. واليوم أحبائي عدو الخير يريد أن يدمر حياتنا من خلال عدم الغفران. عدو الخير يريدنا نظل نحفر في الجرح القديم، نظل نحفر في الجرح القديم. كل ما تتذكر الجرح كأنه يمد إيده لغاية الجرح يلتهب ويلتهب لغاية ما نموت. تفهم مرات نقول أنا ما راح أغفر لغاية ما الطرف المقابلي يجي شو يسوي؟ يركع أو يعترف بذنبه أو يعتذر أو أو أو. يبدو أنه الكلام منطقي، صح لو لا؟ يعني شخص غلطان بحقك فأنت تنتظر أنه يعتذر من عندك، لأنه هذه عدالة أنه الشخص المخطئ يعتذر ويرجع لك حقك، فنقول أوكي عدل. لكن ماذا لو هذا الشخص ما جاء واعتذر؟ عندها حب حتى لو انجرحت، حب الشخص وسامحه كما لو لم تجرح من قبل. سبب آخر ما يخليني أغفر للناس المسيئين إلي،
انه اذا انا راح اخفر، مرات كثير ناس تقول لي هذا يعني انه لازم ارجع العلاقة مع هذا الشخص، وهذا الشخص انا ما اريد ارجع العلاقة معه لانه ممكن يستمر يؤذيني. بس هذا تحليل خطأ، لانه انت ممكن ترجع العلاقة وفي نفس الوقت تخفر في نفس الوقت. ممكن ما ترجع العلاقة، مو شرط ترجع العلاقة، لكن ممكن ما ترجع العلاقة وتخفر في نفس الوقت. تعرفون الله ما يريدنا نكون مثل الدمى اللي تستخدم في سيارات الاصطدام. لما يصنعون مثلا مرسيدس او الشركه يخلون دمى والسياره تصطدم بجدار كونكريتي، يدون يشوفون تاثير الاصطدام، وبعدين ياخذون هاي الدميه يطلعوها من السياره المحطمه يخلوها بغير سياره غير نموذج بها تحكيمات اكثر ومرتلخ. الله ما يريدنا أمر في تجارب من هذا النوع. مرات البعض يعتقد أنه إذا أنا راح أغفر لازم أسمح لك تأذيني مرة بعد مرة، بس هذا خطأ. أنا أغفر لك بس أنا ما راح أسمح لك تأذيني دائما. أمين. أحبائي أنا خلصت، راح نصلي كثير اليوم، بس دا أتساءل، عندي على قلبي شيء، ايش راح يصير اذا كل شخص في هذه القاعة عنده عدم غفران يجي للرب ويقول له يا رب فرغني من كل مرارة، يا رب وصلني للدرجة انه اقدر احب كما لو لم اجرح من قبل. احبائي الله حبنا، الله حبنا كما لو، تخيل نفسك الله حبك وحبنا كما لو لم نكذب عليه، الله حبنا كما لو انه نحن لم نجرحه، الله حبنا كما لو احنا ما اخطأنا بحقه. ايش راح يصير اذا كل شخص في هذه الكنيسة راح يغفر ويسامح الشخص اللي اسأله؟ انا دا اتكلم إذا المتزوجين المتزاعلين يتصالحون اليوم، إذا الأخوة المتزاعلين يتصالحون اليوم، إذا الأصدقاء في الكنيسة الأخوة في الكنيسة يتصالحون اليوم. أحبائي الله أعطاني هذه الرسالة. إذا نريد ضعفين من البركة، إذا نريد شفاء، من نريد شفاء؟ نريد بركة الله. إذا نريد استرداد، إذا نريد رد للمسلوب في حياتنا، إذا نريد مصالحة مع الله، أهم شيء لازم نتصالح مع الناس، ولازم نتعلم نحب كما لو لم نجرح من قبل. أمين. أمين. خلينا نقف مع بعض ونصلي. تعرفون معظمنا ما عندنا مشاكل في محبة الغرباء، حب الغرباء. معظمنا عندنا مشكلة في محبتنا للناس القريبين من عندنا اللي جرحونا، وهذا اللي نريد نتعامل ويانو اليوم. هذه أصعب لحظات، هذا أصعب امتحان ممكن نواجهه، هذا أصعب درس ممكن نتعلمه. أسامح البعيد، أسامح داعش، أسامح الناس اللي قتلونا واللي سرقونا، سامحهم سامحهم، بس احنا عندنا مشكلة وسامح القريب اللي في الكنيسة، اللي من عائلتي، أخوي، أبوي.
أنا أعرف أنه أكو مواقف اللي أنت تأذيت من عندها، اللي ما تقدر ترجع العلاقة، وهذا مفهوم. مرات أكو علاقات ما تقدر ترجعها، لكن في علاقات الزواج، في علاقات الآباء والأبناء لازم نغفر، لازم نسامح، لازم نحب كما لو لم نجرح من قبل. لهذا أنا أريد كل شخص في هذا المكان، كل شخص انجرح من أبوه من أمه، كثيرين من عندنا مجروحين من أبونا من أمنا. إذا مجروح من أبوك من أمك، قل يا رب ساعدني أن أغفر وسامح، ساعدني أحب كما لو لم أجرح من قبل. تعرفون يمكن مو ضروري نرجع العلاقة إذا كان شخص بعيد، لكن في علاقات الزواج ضروري ترجع العلاقة. في علاقات الأب والأم مع الأولاد ضروري تغفر وتسامح وتحب كما لو لم تجرح من قبل. أريد كل شخص انجرح من أبوه أمه يطلق غفران، تخلص من المرارة ويغفر ويسامح ويحب كما لو لم يجرح من قبل. قل يا رب ساعدني، ساعدني أحب، ساعدني أغفر، ساعدني أطلق، ساعدني أغفر. نريد كل شخص زعلان من زوجته، كل شخص، كل امرأة زعلانة من زوجها، قل له، قل يا رب ساعدني أغفر وسامح، ساعدني أحب كما لو لم أجرح من قبل. كل شخص مجروح من أولاده، قل يا رب أنا أبارك أولادي، أنا أسامحهم، أنا أغفر لهم، قل ساعدني يا رب أنه أحب كما لو لم أجرح من قبل. أنا متأكد أنه كل شخص في هذا المكان تعرض لجرح، كل شخص، كل شخص، كل شخص تعرض لجرح من شخص ما، وانت اليوم في ايدك الخيار، في ايدك الخيار تتجاوب مع كلمة الله، في ايدك، وتغفر وتسامح وتتخلص من كل مرارة، تطلع مليان محبة، مليان غفران، مليان سلام. خليني اقول لك نقطة مهمة، انت ما راح تقدر تغفر صح لغاية ما تنال غفران الله، عمرك ما راح تقدر تغفر اذا انت ما كنلت غفران الله، عمرك ما راح تقدر تحب صح لغاية ما تستقبل محبة الله. لذلك اذا انت لم تستقبل محبة الله، ما استقبلت غفران الله لخطاياك، ما راح تقدر تسامح، ما راح تقدر. لكن قل يا رب املأني محبتك، محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، سكبت في قلوبنا بالروح القدس. قل يا رب املأني، املأني، فرغني من المرارة، املأني يا رب من الروح القدس، ساعدني أحب، ساعدني أحب، ساعدني أحب، ساعدني أحب، ساعدني أحب، ساعدني أحب زوجي، ساعدني أحب زوجتي، ساعدني أغفر، ساعدني أسامح، ساعدني أحب كما لو لم أجرح من قبل. يمكن ناس جرحوك، يمكن ناس خانوك، يمكن ناس طعنوك في ظهرك، يمكن ناس أهانوك، يمكن ناس استهزأوا بيك، يمكن ناس احتقروك، يمكن ناس رفضوك وسلبوك وأكلوا حقك وظلموك، ممكن أخوة على ميراث يتعاركون، يتهامشون، يتقاتلون، ممكن عدو الخير وزارة خصومات بين أخوة. في كل الأحوال اغفر وسامح واطلق. يمكن أنت مو زعلان من الناس بس زعلك من الناس سبب لك، أنت مجروح من الله،
مرات كثيرة ناس مجروحة من الله. ليش ما دافعت عني؟ ليش خليت فلان يسلبني حقي؟ أنا مو ابنك؟ ليش ما دافعت عني؟ رجع لي حقي، ليش ما رجعت لي حقي؟ ما أعرف شنو حالتك، بس واحدة من الأشياء اللي حكيتوها تنطبق على كل واحد فينا. يا رب أنا أصلي إنك تلمس كل قلب في هذا المكان، كل شخص في هذا المكان. صلي يا رب إنك أنت تغمره بمحبتك، تشفي جراحاته، تمسح دموعه، تطيب قلبه، ترفع كل مرارة عنه. يا رب اغمر شعبك يا رب بمحبتك، يا رب املأ شعبك بمحبتك، اشفي جراحات، امسح الدموع، طيب القلب، ارفع المرارة. يا رب اصلي انك تلمس كل شخص يا رب وتغيره، تعطيه قلب جديد، تعطيه قلب غفور، تعطيه قلب مسامح، تعطيه قلب غافر. يا رب اعطينا يا رب ان نحب هذا المستوى من الحب. اعطينا نحب، اعطينا نحب المينحب، اعطينا نحب يا رب في كل الأحوال، اعطينا المحبة اللي تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء، المحبة التي لا تفشل أبدا، اعطينا المحبة اللي تتأنى وترفق، اعطينا المحبة اللي تتأنى وترفق، اعطينا المحبة اللي لا تحتد، المحبة اللي لا تنتفخ، لا تتفاخر، المحبة اللي لا تقبح، المحبة اللي لا تطلب ما لنفسها، المحبة اللي لا تحتد، لا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق. اعطينا هذا النوع من المحبة، اعطينا هذا النوع من المحبة. يا رب اسكب محبتك الفياضة في داخلنا يا رب حتى نقدر نحب. املأ مستودع الحب في داخلنا يا رب، ساعدني يا رب نحب، نحب الآخرين كأنفسنا. خلصنا من كل أنانية يا رب، خلصنا يا رب من كل محبة للأنا للذات يا رب، ساعدنا نحب الآخرين كأنفسنا. ساعدنا يا رب، ساعدنا، ساعدنا، ساعدنا نكون مثل أيوب لما صلى لأصدقائه وباركهم يا رب. ساعدنا نصلي المين حبون، ساعدنا نصلي لأجل الأشخاص اللي ممكن يتكلمون علينا يا رب، ساعدنا نبارك الناس ولا نلعن يا رب. أنت أعطيتنا لسان واحد حتى نبارك ولا نلعن يا رب. يا رب أنت طلبت غفران يا رب للناس اللي صلبوك، أشكرك يا رب لأنك صنعت خلاص للبشرية جمعاء يا رب. ساعدنا نكون يا رب مثلك، ساعدنا نكون مثل أيوب، ساعدنا مبارك الناس اللي يسيئون إلنا يا رب. صل يا رب أنه أنت تجي باسترداد يا رب لشعبك يا رب، صلي كل أشياء سلبت من جسدك يا رب. كثير يا رب مؤمنين تعبانين، كثير يا رب مؤمنين يا رب جالسين على السياج يا رب، ما دي يعملون شيء يا رب بسبب المرارة الموجودة في داخلهم يا رب. صلي يا رب أنك تعطي اثنين من البركة، نصيب اثنين من الفرح، نصيب اثنين من السلام يا رب. صلي يا رب ساعد شعبك، ساعد شعبك، عين شعبك يا رب في اسم يسوع، في اسم يسوع.